بترح. رح نبقى سوا. مساء الخير الليلة مع الوزير السابق سجان أزي. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير سجان. صار لك زمان ما طليت على الـ OTV، بس بتخيل التوقيت اليوم مناسب جدا للحديث بالسياسة الداخلية وانعكاس الخارج على الداخل أيضا. ما هن مرتبطين ببعضهم أساسا طبعا. بس ما حلي قبل ما نستفيد بالحديث على مدى هذه الساعة من الوقت ننتقل لعن زميلتنا جوال بيونس، لأن في تطورات حكومية استجدت منذ بعض الوقت. جوال مساء الخير. ما بعرف إذا جوال صارت معنا. جوال؟ إذن زميلتنا جوال بيونس لمزيد من التطورات الحكومية. جوال أنت عم تسمعيني؟ سنعاود الاتصال بزميل جوال بيونس. برأيك في تطور إيجابي ممكن أن يساهم بالساعات المقبلة بولادة حكومية؟ إذا قلت لك إيه مين بيصدقني؟ لأنه قلنا شهر ونص كل يوم بنسمع الخبرية ذاتها، 24 ساعة بتتألف حكومة، وصلنا لآخر متر، بعد في خطوة وحدة اتفقوا على كل شيء، ما بيطلع على القصر إلا ما يكون في اتفاق. باعتقادي أنه يفترض بالعاقل والموضوعي أنه ينطر تأليف الحكومة. أكيد أنه اليوم حصل تطورات وصار في اتصالات مباشرة بين المعنيين بتأليف الحكومة، وتقدمت صيغة جديدة وخاصة يعني ببداية بعد الظهر. ولكن أنا معلوماتي أنه هالصيغة الجديدة لم تحظى بعد بموافقة كل الأطراف، ولا أدري إلى أي حد الرئيس المكلف في يأخذ على عاتقه إعلان هذه الحكومة إذا كانت البيئة يلي بينتمي لإلها مبدئيا غير موافقة، رفضتها وغير موافقة عليها. هير يلي فيني أقوله من دون ما فوت بتفاصيل بتودينا. بس مسؤولي طالما تحدثت عن صيغة، معليك هذه الصيغة يقال أنه قد يكون الوزير جبران باسيل تقدم فيها، مظبوط؟ يعني أنا ما بسترجي أقول أنه الوزير جبران باسيل تقدم فيها، طالما الوزير جبران باسيل أعلن أنه هو ما عم بيتعاطى بتأليف الحكومة، وبالتالي ما إلي حق ورطه بعملية تأليف الحكومة ولا حتى في إطار التسهيلات. يصدر بيان، هو رئيس حزب، رئيس تيار، في يصدر بيان، وإذا عمل هالإنجاز العظيم أنه تأليف حكومي في يصدر بيان ويعلن ماذا بما قام به. معليك بتسمح لي، كيف نحن بلبنان منكون عايشين أنه إيجابيات وماشي الحال، فجأة بنهار التالي ينخفض منسوب الإيجابية إلى الصفر، بنهار التالي نرجع منطلع من علي، يعني كيف تتحرك الأمور؟ لأنه حضرتك الضليع فيها. مع الأسف، وبتمنى ما ينفهم كلامي غلط من الرئيسين المعنيين مباشرة بتأليف الحكومة، لأنه مش هن اللي عم بألفوا الحكومة. في محيط معين خارج رئيس الجمهورية وخارج رئيس الحكومة المكلف عم بيأثروا على عملية التأليف والتعطيل. الأصهرة يعني؟ ولكن لا 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 لا، ما عم بعني الأصهرة أو الحزب أو التيار. محيط خارجي، في محيط داخلي وخارجي. يعني بالنتيجة اللي عم بيصير اليوم هو أنه السياسيين عم بألفوا حكومة سياسية، مش رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عم بألفوا حكومة غير سياسية من اختصاصيين، من رجال مستقلين. وبهالإطار هيدا، بانتظار تحكي عزيزتنا جوال، أنا كنت سعيد اليوم لما عرفت أنه في بعض الأسماء اللي انعرضت رفضت، لأنه بعض الأسماء اللي انعرضت للتوزير وإن كان مع شهادات أنا بعرفون من وقت ما كنت وزير عمل، هودي ماشيين بمشروع التوطين الفلسطيني ودمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني، وفي أحدهما طردته من مكتبي لمن إجا بده أنعني بمنافع الدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني. فأنا كنت كتير سعيد اليوم أنه بعض الأسماء رفضت، لأنه هيدي الأسماء كانت بدها تورط لبنان
بمشروعي التوطين الفلسطيني الشرعي والدمج للنازحين السوريين في لبنان. نعم، ما بعرف إذا جوال رجعت معنا. رح ننتقل عند الزميلة جوال بويونس قبل ما تابع الحوار مع حضرتك. جوال مساء الخير. جوال عم تسمعيني هالمرة؟ هي ما مسترجي تحكي. لا جوال مسترجي ومكترة. جوال بدنا نشوف نفوت باخر المعطيات الجديده يلي توفرت معك بالساعات الماضيه تنكون على بينه من شو عم بيصير بالملف الحكومي. نعم شاد، بفتكر الوزير اليوم ضيف الشجعان اللي عنده معطيات يمكن اكثر مني، وجرب هيك خذ كل المعطيات والمعلومات اذا بفيدك فيها، لانه بيفترض ان يكون مطلع جدا على الملف الحكومي. انا اللي بدي اقوله انه هناك بعض المعطيات اللي راجت في الساعات الاخيره، عم بحكي عن الساعات المسائيه، لانه ساعات بعد الظهر او قبل الظهر كان الجو انه ما في شيء جديد حكوميا، ولكن ما تمكنا من معرفته خلال الساعات الماضية القليلة جدا أن هناك تواصل حصل مباشرة ولكن عبر اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف نجيب ميقاتي. بحسب معلومات الOTV خلال هذا الاتصال أتى بإطار تبادل الأسماء لبعض الحقائب التي كانت لا تزال عالقة، ولكن لم يتم خلال هذا الاتصال الحكي بأي موعد لزيارة مرتقبة لقصر بعبدة غدا. وتقول مصادر مطلعة على جو هذا الاتصال جون بأنه ما في موعد بعد بكرة لزيارة الرئيس المكلف، علما أن أوصاف متابعة للملف الحكومي تتحدث عن بعض الإيجابيات، أو خلينا نقول إيجابيات زادت يعني بفترة المساء. وتقول هذه المصادر تذهب لحد القول أنه إذا ما ذللت عقدة حقيبة الاقتصاد الاسم التوافقي على هذه الحقيبة بالمقابل الاسم التوافقي على الوزير المسيح الثاني، وتقول أن قيد التذليل ممكن غدا أن نشهد على ولادة حكومية غدا في قصر بعبدة. هذا رح يكون كثير حذرة فيها جورج، لأنه كل مرة نوصل لمرحلة أنه في تفاؤل بيطلع منسوبه بشكل كبير، وإذ تنهار بنشوف أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. ولكن الجديد اللي يبنى عليه هو الاتصال، لأن هذا تواصل يعتبر مباشر. كنا عم نحكي قبل بحركة وسطاء المصطفى الصلح، القنصل مصطفى الصلح مع الوزير باسيل، واليوم هو أول تواصل يعني من فترة مباشر ولو عبر اتصال هاتفي. بالمقابل هناك مصادر مطلعة على جو 8 أدار أو جو الثنائي الشيعي أو حتى على بعض الأجواء السنية، بتقول أنه حتى هذه اللحظة بعد ما في هيدا الخرق اللي بيسمح بحكومة خلال ساعات يعني الساعات المقبلة أو غدا على أبعد تقدير. إذا هناك معلومات متضاربة يبنى على الاتصال اللي صار اليوم بانتظار ساعات الصباح أو ما قد تحمله ساعات هذا الليل، لأنه بحسب معلومات الوزيري رح يتركز كمان المفاوضات والاجتماعات والاتصالات ستتكثف هذه الليلة، وبناء على ما تنتج هذه الاتصالات يتقرر غدا إذا نعود إلى المربع الأول أو لا فعلا بنكون أمام حكومة. إشارة أخيرة قبل ما أختم إلى أنه اتصالات خارجية تجددت وتكثفت اليوم بحسب معلوماتنا، اتصالات أمريكية وفرنسية أيضا. شكرا لك زميلتنا جوال بيونس. معالي الوزير ما كان عم بيقدر يسمع بمكان معين برسالة. جوال كانت عم بتقول أنه هنالك ختمت رسالتها بالقول أنه الاتصالات الفرنسية والأمريكية تجددت بشكل كبير اليوم بعد الظهر، تحدثت عن عقدة بعدها هي عقدة الاقتصاد وجوجلة أسماء بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، كما تحدثت وقالت أنه بحسب ليس هنالك إفراط بمنسوب التفاؤل حتى ما يصير مثل كل مره، هنالك تفاؤل حذر. كما تحدثت عن اجواء الثنائي الشيعي واجواء الطرف السني بهذا الموضوع يلي بعد منا واضحه منا كثير جديه بهذا الملف. انا معلوماتي انه مش بس اتصالات امريكيه فرنسيه، انما الجانب الفرنسي أطلع الجانب الأمريكي عن طبيعة الاتصالات والمفاوضات اللي جرت بين باريس وطهران في 48 ساعة الأخيرة، وأمريكا ما كانت ضد الاتصالات ولكن كانت حريصة على أنه الحكومة اللي بدها تتشكل بلبنان
ما تكون حكومة تنتمي إلى المحور السوري الإيراني، وأنه الموقف الأمريكي بعده مع تأليف حكومة تكون تمثل نبض الشعب اللبناني بأكثريته وتكون مقبولة من المجتمع الدولي، لأنه ما في قيمة لأي حكومة بالمرحلة الحالية إلا إذا كانت قادرة على كسب مش بس ثقة المجلس النيابي إنما ثقة المؤسسات الدولية اللي بدها تعطي مساعدات وهبات واستثمارات في لبنان. هيدي أول اتصال. تاني اتصال جرى مع إحدى الدول العربية، وهالاتصال هيدا كمان كان بذات المنحة الأمريكي. لا، السعودية ما عم تتعاطى بهالأمور هيدي، والدليل اليوم عند دولة الرئيس نبيه بري اللي زاروا وليد البخاري، السفير السعودي الدكتور وليد البخاري كان كتير متحفظ السفير السعودي بإعطاء رأيه بتأليف الحكومة اللبنانية، وهيدا موقف يعني غريب ولكن له حوالى السنتين المملكة بس العربية السعودية. يعني هون المشكلة، عندما سعد الحريري اصطدم بعوائقين، العائق الأول المملكة العربية السعودية. رح أقول لك، رح أعطيك الصورة مثل ما أنا شايفها. هيدي الحكومة اللي عم بيتم تأليفها هي حكومة عندها استحقاقات أكثر مما كانت الحكومة اللي بدها تتألف من سنة أو من ست أشهر أو من خمسة أشهر. بالبداية كنا عم نألف حكومة لمكافحة الفساد، بعدين صرنا بدنا نألف حكومة لتدير الإصلاحات وتتعاطى مع المجتمع الدولي وتجيب مساعدات للبنان وتعمل إصلاحات في الداخل اللبناني. بعدين صار بدنا حكومة تقدر تضبط الأمن مع الفوضى اللي صايرة بالبلد. هلأ عم بيصير تأليف حكومي وفي استحقاقين أساسيين هن انتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية، وجوهر المشكلة اليوم داخليا هو الانتخابات النيابية والرئاسية، في حين انه جوهر المشكلة الحكومي هي ان تكون حكومة اختصاصيين قادرة تتفاوض مع المجتمع. هيدا مني حتى على الناحية الداخلية، من على الصعيد الداخلي في فريقين. في فريق دولة الرئيس المكلف والمرجعيات المحيطة فيه داخليا وخارجيا يلي ما بدها أبدا تتألف حكومة بلبنان يكون عنده رئيس الجمهورية فيها السلس المعطل. وفي عندك فريق رئيس الجمهورية والمرجعيات الداخلية والخارجية المحيطة فيه بشكل أو بآخر كمان ما عم تقبل تتألف حكومة ما يكون فيها التلت المعطل. ولكن المشكل إنه الطريقة اللي عم بيصير فيها التصرف من قبل المحيطين بفخامة الرئيس عم تعطي انطباع إنه هو وحده بده التلت المعطل، في حين أنا باعتقادي يلي بده التلت المعطل بالحكومة هو حزب الله أكثر من رئيس الجمهورية. ليه؟ لأنه حزب الله منه متحمس حتى يكون لرئيس الجمهورية وحده التلت المعطل، يعني ما يكون للفريق المسيحي للتيار الوطني الحر لرئيس الجمهورية التلت المعطل، ولكن بده أنه يكون هو والرئيس، حزب الله والرئيس يكونوا مع بعضهم عنده التلت المعطل حتى لحزب الله يتحكم بمصير التلت المعطل وبالقرارات المهمة اللي ممكن تتخذ في الحكومة المقبلة. ولكن مع الأسف الإعلام الرسمي وغير الرسمي عم بيظهر وكأنه يلي بده التلت المعطل هو فقط رئيس الجمهورية، في حين عمليا هو حزب الله يلي بده التلت المعطل مع أكثرية اللي بتنتمي لا يعني مع الثماني تبعوا الرئيس الجمهوري. برأيك وهذا أمر خطر للغاية، لأنه عوض ما يكون تقرير مصير الحكومة والقرارات بيد رئيس الجمهوري صار بيد فقط حزب الله. صار بيد حزب الله. من هون التسهيل يلي عم بينقال عم بيعملوا حزب الله
انه تتالف حكومه من دون ما يكون فيها الثلث المعطل، هو عمليا نقل الثلث المعطل من رئيس الجمهوريه الى حزب الله. طب كان بدي اسالك هون واقول لك، برايك انه حزب الله لا يريد ولاده حكومه في لبنان بهذا الوقت، ام انه حزب الله هو من المصرين على الولاده، خصوصا بعد الاتصال اللي حرك مياه الحكوميه بين ابراهيم رئيسي وايمانويل ماكرون؟ انا ضد ان تولد حكومه نتيجه تسويه فرنسيه ايرانيه. لا عم نالف حكومه لا فرنسا ولا لايران، عم نالف حكومه للبنان، ونحن منا بحاجة يتدخل حدا بشؤوننا، لا أمريكا لا فرنسا لا إيران لا دول الخليج ولا الدول الأوروبية ولا حدا. إذا كل ما بدنا نعمل أي عمل دستوري بلبنان، أي خطوة لبناء الدولة، بدنا تسوية. لو كانت هالتسوية بتتوقف على المساعدة لتأليف الحكومة، والله بتقول والله اللبنانية ما قدروا اتفقوا مع بعضهم، إجا مين يقرب لهم الأراء مع بعض النظر. ولكن التسوية هيدي لا تشمل الحكومة. شو ثمن تأليف الحكومة؟ شو ثمن تأليف الحكومة؟ هل في إلنا إيران لا قبل بتأليف الحكومة اليوم إذا كان قبل؟ وفيت إلنا فرنسا لا هلأ نية على شو تفهمت مع إيران تتألف الحكومة؟ يعني أبعد من حكومة قد يكون هناك تسوية على حساب لبنان واللبنانيين، هذا اللي أنا بقوله. مش أول مرة هالشي صار هيدا، وأنا باعتقادي أنه يجب على اللبنانيين بقدر ما نحن منفتحين على الكل وبقدر ما منأيد التقارب بين كل الدول، لا يجوز أن يكون أي تقارب بين دولتين أجنبيتين أكانوا عرب مع بعضهم أو عرب وإيران أو عرب وإيران وأوروبا أو أمريكا. نحن منرفض أي تسوية تم على حسابنا. ولما نقول منرفض أي تسوية تم على حسابنا، معناتها إحنا شعب أخذنا قرار الرفض والمقاومة والنضال لأجل إسقاط أي تسوية بتتم على حسابنا. نحن لو بدنا نقبل تسويات تتم على حسابنا كنا قبلنا فيها من 75، ما كنا دفعنا عشرات آلاف الشهداء، ما كان تدمر لبنان حتى لليوم نقبل بتسوية إيرانية فرنسية أو إيرانية أمريكية أو سعودية إيرانية أو ما بعرف مين حتى لنقلب حكومة. وشو هالحكومة فرضا يا عيب الشوم نوعية الأسماء اللي عم يختار، هو نوعية الأسماء المختارة لتأليف الحكومة فيها أسماء ما بتسوى تكون عضو ما بدي البلدية شيء عظيم يعني، بس في مسؤولية وطنية ما لهم علاقة بالمسؤولية الوطنية. يعني وين صار اختيار الوزراء واختيار النواب واختيار قادة البلد من الأسماء اللي عم نسمع فيها؟ شيء بيروح شيء بيجي، ما معقول. بقى من هون أنا بقول لك أنه نحن مع تأليف حكومة، ولكن لا نريد حكومة بأي ثمن، ولا نريد حكومة كيف ما كان، ولا نريد حكومة ثمنها نخسر سيادتنا أكثر واستقلالنا أكثر وحريتنا أكثر. طب معليك فرضا في تسوية تمت بين الطرف الإيراني والطرف الفرنسي، شو شكل هذه التسوية؟ بدنا يقولون يعني أنا اليوم كتبت مقال، كتبت اليوم مقال طبعا قريناه المقال وتبعنا لهذا المقال بجريدة النهار عن علاقة بين الفرنسيين والفارسيين وصولا إلى الإيرانيين. نحن أستاذ جورج نحن منشجع فرنسا أنه يكون عندها علاقة كويسة مع إيران ومع غير إيران، ونحن كلبنانية نتمنى أن يكون عندنا أحسن علاقة مع دولة إيران. مين في ينكر وجود إيران كقوة إقليمية في المنطقة؟ وأكثر من هيك، نحن منا ضد أن يكون في تعاون تجاري واقتصادي مع إيران، وضد استيراد أشياء مدنية وغير مدنية رح نحكي عن هذا الموضوع. ولكن ما بدنا كمان انه هالعلاقة هيدي تكون من جهة وحدة، بدنا انه يتغير سياستها ايران تجاه لبنان تنحنا نغير موقفنا منها. نحن ما منا عدائيين تجاه ايران، ونحن ما عم نفتش عن مشكل مع ايران ولا عم نفتش عن عداء مع اي طرف بالمنطقة، ولكن بالمقابل ما بدنا نكون ضحية. طالما في مشروع هيمني على لبنان من قبل إيران وحزب الله، نحن عنا تحفظ. وأنا بس نحن اليوم بشو ضحية معنا؟ أنا فيني يعني أقولك أكثر من هيك، نحكي عن تسوية من طرفين، بشو نحن منكون ضحية؟ إذا في طرف تعتبره عدو، طرف تعتبره بحبنا،
منو اللي بيحبنا ومنو العدو؟ مش فرنسا بيعتبروها الشقيقة وإيران نعتبرها بدنا علاقات معها، ولكن بدنا ننتبه على شكل العلاقات. طبعا أنا يعني في حدا بيعنا وحدا نشترى. نحن الليلة إذا فينا نفتح علاقات أخوة وصداقة ونعمل اتفاقات ومعاهدات مع إيران ما منقول لا، ولكن علاقة إيران مع حلفائها بلبنان وبالمنطقة ما بتشجع حتى الآن. أنا بعطيك مثال لا يكون كلامي تحليل بالهوى، بلبنان الحلف المعمول اليوم أو العلاقة المعمولة مع التيار الوطني الحر اللي استفاد منها هو حزب الله وإيران، ولكن الفائدة الوحيدة اللي اجت للتيار انه وصل العماد ميشيل عون رئيس جمهورية. اثنين، ولكن وصل رئيس جمهورية وما خلوا يحكم ليك البلد كيف وضعه. اثنين، النظام السوري يلي هو حليف لإيران اليوم مزعوج من الأداء الإيراني داخل سوريا، وعم بيصير في احتكاكات مضبوطة بين النظام والإيرانية. شوف إيران بالعراق كمان علاقتها مع الدولة العراقية منا علاقة سليمة. إذن حتى مع حلفائها، مع حلفائها إن كان بلبنان أو بالمشرق العربي منا علاقات بتشجعنا حتى لنقول تعالوا نفتح مع إيران ونقيم معها أحسن علاقات. مطلوب تغيير بالأداء الإيراني تجاه لبنان، لأنه نحن منا شعب عدو للشعب الإيراني، ونحن منا بعيدين عن إيران لأن حلفاء غيره، نحن منا حلفاء إلا حالنا. وأساسا نحن كل مرة اتكلنا على الخارج ما كان النتيجة هذا الإيجابية. أبعد من الداخل اللبناني هنالك خارج، وشفنا التواصل يلي عم بيصير. سألتك مين باع ومين اشترى كمان هذه بالعملية السياسية، كلنا بنعرف أنه لبنان هو منه اللاعب، هو الذي يتلقى، هو بيتلقى يلي عم بيصير. ونقطة تانية باللي تفضلت فيهم بموضوع حزب الله واستفادة التيار الوطني الحر، والبعض بيشوف أنه إيه يمكن حزب الله ساهم بوصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، ولكن أيضا الرئيس عون صاغ تحالفات أخرى أوصلته إلى سدة الرئاسة بنفس الوقت. راحت هذه تحالفات هذه، لكن أصبح تحالف واحد هو مع حزب ولكن الله. ولكن أنا في أنت وأنا ما عم نقرأ جرائد، نحن ما عم نسمع أنه حزب الله ما بيتخلى عن تحالفه مع التيار لأنه التيار بيأمن له الغطاء المسيحي في لبنان. معناتها الحزب الله عم بيستفيد من التحالف مع التيار الوطني الحر أكثر ما نحن عم نستفيد من هالتحالف مع حزب الله. إذا من هون هالوضع الحالي ما بيشجع للانفتاح، بالوقت يلي إيران إذا غيرت أدائها ما بتلاقي من اللبنانيين وحتى من أخصامها يلي بتعتبرهم أخصامها اليوم إلك الانفتاح وكل التعاون. وعلى طول كانت العلاقات اللبنانية الإيرانية بأحسن حالاتها، وأحيانا كانت أحسن من العلاقات مع بعض الدول العربية في الخمسينات والستينات وحتى بالسبعينات. تفضلت وتحدثت عن موضوع أنه أوصلوا إلى رئاسة وما سمحوا لرئيس عون يحكم كمان هون، لأنه مضطر أن لك طرف الآخر. الطرف الآخر بيقول الجميع لم يسمح لرئيس عون بالحكم، لا حزب الله الحليف ولا تيار المستقبل ولا القوات اللبنانية ولا أي طرف من الأطراف يلي ساهمت بإيصال رئيس عون ساعدوا بعملية الحكم. استاذ جورج، أنا مني هوني أو غير هون توزع اتهامات، أنا عم نحكي عليك طبعا، ولكن أنا ما بعتقد أنا أنه الجوهر التعسر للعهد الحالي ناتج عن موقف القوات اللبنانية أو موقف تيار المستقبل، علما أنه منهم حلفة مع بعضهم هالأيام من زمان. اليوم جوهر مشكلة لبنان هي التالية: عدم تنفيذ القرارات الدولية، عدم وجود سلطة وحدة، عدم كون الجيش اللبناني هو وحده باسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، هو الوضع في الجنوب يلي ما عم بيسمح للقوات الدولية تنفذ مضبوط 1901، هو يلي عم بيعرقل العلاقات بين لبنان والعالم العربي والعالم الأجنبي. اليوم بكرة في دورة للأمم المتحدة، الدورة السنوية بكرة بأواخر أيلول،
طيب لبنان اليوم مع مين بده يجتمع؟ مع الأمريكا، مع الدول المجلس الأمن، مع الدول الأوروبية، ممكن نجتمع بشي دولة أفريقية أو دولة من العالم الثالث أو ما بعرف إلى آخره. مش هيدا لبنان. لبنان كانوا الدول هي تتسابق مين بده يتعاطى مع الدولة اللبنانية. عليك اليوم في تخلي على لبنان، ما عم نشوف الوفود الأجنبية اللي بتجي وبتلتقي رئيس الجمهورية في لبنان وتستمع لرأي ويستمع لرأي. التخلي الدولة والعربي عن لبنان ناتج عن عدم وجودنا. بس هو موجود في تخلي اليوم. نعم في تخلي اليوم، بس بالشكل الدبلوماسي للعلاقات، العلاقات سيئين بين الجميع. الزيارات، الزيارات اللي عم تصير يعني عم تصير مش على مستوى رفيع جدا، هي اولا. اثنين، وهذا دليل على نسبة الاهتمام اللبناني. مثلا انا بعطيك مثل وقت الحرب، وقت الحرب باللبنان كانت دبكي، كان مين يتعاطى بالقضية اللبنانية؟ المسؤولين الامنيين بالدول الاجنبية، لانه كانت حرب. اليوم عم بيتعاطوا بعض الدبلوماسيين وبعض المسؤولين الامنيين، ولكن منا على مستوى عالي من رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول ووزراء الدول الكبرى، باستثناء الزيارة اللي فيها الرئيس الفرنسي مرتين ومشكور. اليوم نحن علينا انه ننفتح على العالم، ولما بننفتح على العالم امور كتير بتتغير. بس تنفتح على العالم بدنا الشرعية تثبت وجودها الحر، بدها تمسك بقرارها، بدها تمنع القوى اللي عم تأثر على قرارها أن تستمر بالتأسيس بالتأثير على هذا القرار. بس علما أنه لبنان بالفترة الماضية شهد مؤتمرين، واحد شارك فيه دونالد ترامب عن طريق التفاعل الإلكتروني، والثاني شارك فيه جو بايدن يعني كمان. ولكن هل المساعدات هيدي ويني؟ ناطرة كل الحكومة، ناطرة كل الحكومة، والحكومة يلي بدها تتألف بدها تكون مقبولة، وأنا بتمنى الحكومة تتألف الليلة مش بكرة، ولكن بدها تكون حكومة تحوز الثقة. يعني إذا هالحكومة يلي إذا مش الحال ممكن تطلع بكرة أو بعد بكرة، فيها يعني أغلبية الأسماء اللي كانت مطروحة بأسماء قيد التداول، القيد التداول، بقول لك مش هيدي الحكومة اللي بدها تنقذ لبنان. علما أنه في بلبنان، بس تعرف أنه الشرق والغرب شاركوا بعملية التأليف وبالأسماء، وبالتالي ولا يمكن أن يكون هناك أسماء مستفزة للخارج، ما مش أو لا توحي بالثقة للخارج. أولا أنا بدي حكومة توحي بالثقة لإلي، لأني أنا اللي عم باكل العصي، أنا اللي عم مش أنا سجعان أزي يعني، أنا اللبناني، أنا اللي عم بوقف على المحطات، أنا اللي ما عم بلاقي دواء، أنا اللي ما عم بلاقي مواد غذائية، أنا الفقير، أنا اللي صار 72% من شعبي تحت خط الفقر، أنا يلي عم بتعذب. إذا أنا اللبناني أولاً بدي اللي منشوف مين وزير المال، مين وزير الاقتصاد، مين وزير الخارجية، مين وزير الداخلية، مين وزير الدفاع، بدي أقول والله هودي إيه، هودي ممكن ينقذوني تماماً. لما بتشوف بتكون أنت مريض بدك حكيم يوحي لك الثقة. أما إذا عطوك حكيم بعده بالسنة الثانية أو منه فيت على الجامعة، ما رح تفوت على المستشفى ولا عنده على الكلينيك. ما عليك، رح نروح على فاصل ومن بعد نتابع هذا الحوار بحلقة الليلة من رح نبقى سوا. نتابع رح نبقى سوا مع الوزير السابق سجعان أزي. ما عليك، علاقة حزب الله ببكركا اليوم، لأنه حكينا كثير عن حزب الله بأول محور، في طرأ عليها أي تحسن أو بعدها بنفس الإطار اللي كانت عليه بالمرحلة السابقة؟ يعني يفترض أنه بحزب الله يسأل شو علاقته بالأحزاب المسيحية أكثر ما يسأل شو علاقته ببكركا. بكركا تستقبل الجميع لمن بيزوروها، وبتتمنى أنه يكون عندها علاقات مع كل الأطراف حتى لا تكون مرجعية وطنية بالإضافة إلى مرجعية الروحية. ولكن حاليا العلاقات بين ممثلي أو اللجنة اللي بتجتمع علاقات مجمدة حاليا، لأنه الصرح البطريركي لا يفاوض ليفاوض، يعني الحوار بده يكون له نتيجة. فكل جلسات الحوار اللي صارت كانت إيجابية بانعقادها،
ولكن كانت عقيمة بنتائجها، وبالتالي لازم يصير في تطور بموقف حزب الله حيال الشرعية أولا، حيال تأليف الحكومة، حيال تسهيل علاقات لبنان بالمجتمع العربي والدولي حتى لا تتحسن العلاقات. يعني تنتظرون أجوبة من حزب الله بالممارسة وليس فقط بالكلام أو ما سمعتوه داخل هذه اللجنة؟ ما بقول ناطرين، يعني مش بكرك اللي ناطرة أجوبة، الدولة اللبنانية اللي ناطرة أجوبة. يعني حزب الله ما عم بيعطل دور بكركي، ما عم بيعطل رسم المطارين والكهني، ما عم بيعطل علاقات بكركي مع العالم، عم بيعطل علاقات الدولة اللبنانية الشرعية اللبنانية مع العالم، عم بيعطل تعيينات، عم بيعطل حكومات، عم بيعطل استحقاقات معينة. إذا البكركي منا ناطر أجوبة. يعني حضرتك توافق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلمة اللي ألقاها بمناسبة ذكرى شهداء القوات اللبنانية، توافقه فيما قاله وما توجه به إلى جمهور حزب الله والدعوة يلي كانت من قبله، أنه هل هذا ما تريدونه بمكان معين؟ يعني طبيعي أنا دائما بمقالاتي كمان بتوجه إلى المكون الشيعي بلبنان، اللي هو مكون أولا شيء أساسي مؤسس للبنان وعنده دور وطني عم بيلعبه بلبنان، ولازم هالمكون يتحاور مع حاله. يعني نحن المسيحيين بمراحل معينة سألنا أيديتنا وين أخذتنا، سألناها لأيديتنا لوين أخذتنا، لمن صار في مثلا مشاركة بالانتخابات سنة 92 الشعب انتفض على قياداته وما شارك بالانتخابات بنسبة 95%، وفي نواب طلعوا بثلاث أصوات وبأربعين صوت. إذا نحن منحاسب قياداتنا. اليوم مطلوب من المجتمع الشيعي، ما بدي أقول يحاسب قياداته، ما بتدخل بهالأمور هيدي، ولكن على القليل يسأل قياداته لوين اخدتينا، هل اخدتينا إلى مجتمع حرب دائم، إلى مجتمع سلاح دائم، إلى مجتمع عداء مع العالم دائم، إلى الاستمرار في تغييب الديمقراطية عن مجتمعنا. بس هذه النظرة هي للمجتمع الشيعي اليوم؟ يعني هل الشيعة صاروا على ارتباط بالسلاح، بتغييب الديمقراطية، بكل هذه المشاكل؟ أولا أنا ما عم بحكي عن الشيعة ككل. في اليوم عندك ثلاث، ما بقول مستويات، ثلاث فروقات في المجتمع الشيعي. عندك مجتمع حزب الله الثابت، عندك مجتمع أمل ودولة الرئيس بري يلي في تمايز ولو كان في تحالف، بنحكي عن ثنائي شيعي ولكن في تمايز بين حركة أمل وحزب الله حتى بالمجتمع الشيعي. وعندك الفئة الثالثة هي اللي ما بتنتمي إلى الثنائي الشيعي ويلي عندها نظرة إلى لبنان تلتقي مع باقي المكونات اللبنانية. فهالثلاث مكونات داخل المجتمع الشيعي لازم أنا باعتقادي يصير في حوار شيعي داخلي بين هالثلاثة ويخرجوا بموقف شيعي وطني جديد، يخرج الشيعة من الحالة العسكرية يلي موجودة فيها اليوم. في حالة يعني باسم السلاح وباسم المقاومة حزب الله يعني ما بدي أقول منعزل، ولكن في فرق في هو بينه وبين باقي مكونات المجتمع اللبناني، كما بينه وبين العالم الخارجي خارج إطار العلاقة مع اليمن أو مع سوريا أو مع فنزويلا أو مع إيران أو مع نيكاراغوا مثلا. صارت واضحة. طالما فتحنا سيرة بكركة، الموقف من الحكومة هذا الأسبوع لم يكن هنالك عظة للبطريرك الراعي ولا الأحد المقبل، لأنه غبطة البترك بمؤتمر ديني في هنغاريا ولن يعود قبل الاثنين المقبل، وبالتالي لا الأحد الماضي ولا الأحد المقبل راح يكون في عزة. ويمكن بتواصلك معه للبطريرك الراعي كيف يقرأ ما يجري حكوميا؟ بتواصلك مع البطريرك الراعي، البطريرك الراعي اللي من عنده شيء، البطريرك الراعي اللي من يكون عنده شيء حول هالموضوع عم بيقول له لفخامة الرئيس ولا
المفادين اللي بيبعثوا يعني تواصل إيجابي مع بعض والمفادين اللي بيجوا من قبل دولة الرئيس المكلف. ولكن يعني أنا ما بخفي سر يعني، وأنت موقف البترك الراعي علني، ما أنه سري، عم بيقول بدنا حكومة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين غير سياسيين، يقدروا يوحوا بالثقة للشعب للمجتمعين العربي والدولي، ويؤيدوا الإصلاحات بلبنان وينقذوا لبنان من حالة الانهيار. هيدا موقفه الثابت من أول يوم بدأت فيه المحاولات لتأليف ولا تحميل حكومي. وتحميل المسؤولية عم بيكون مشترك لكل الأطراف في في فيما يجري، ما في يعني كان دائما في محاولة لكل طرف لتحميل موقف البطريرك الراعي عداء للطرف الآخر. هيدا بيعني أنه البطريرك منه فريق. لما الفريق رقم واحد بيقول عن البطريرك أنه مع الفريق رقم اثنين، والفريق رقم اثنين بيقول عن البطريرك أنه مع الفريق رقم واحد، هذا يعني أنه البطريرك منه فريق، إنما هو بيقول الحق حيث يراه. وأنا باعتقادي بكل قضية، إن كانت تأليف حكومي أو الاتفاق على مشوار بالسيارة، المسؤولية بتكون بين الركاب والسائق كمان. ما فينا نقول المسؤولية فقط على الرئيس المكلف أو فقط على رئيس الجمهورية. والدليل اليوم ليك شو عم نشوف، أنه في أسماء عم تجي عند رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية عم بحط عليها ملاحظات، وفي أسماء عم بعتها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف عم بحط عليها ملاحظات. مع مين الحق؟ بكرة بدنا نشوف إذا تألفت الحكومة وشو نوعيتها وشو أسماءها، وإديها الأسماء رح توحي بالثقة. بالطرح يلي كنت عم تتفضل عنه بأول حلقة ويلي صار معلوم أنه هناك طرح جديد، في بعض المعلومات تتحدث عن أنه الطرف السني نادي رؤساء الحكومات السابقين يتريثون وهم يعني منهم قريبين من القبول بهذا الطرح. برأيك هذا الأمر كيف سينعكس؟ أولا النادي أو لقاء رؤساء الحكومات ما بتحب تسميه النادي السابقين؟ لا ما بحب أنا، يعني رغم أنه كلمة نادي منك ما كلمة سلبية، ولكن أنا أفضل أنه اللقاء أو التجمع بين رؤساء الحكومات السابقين منه قائم حاليا، لأنه في دولة رئيس المكلف عم بيحاول يألف حكومة، في الرئيسين سلام والحريري خارج البلاد، ما في هوني إلا دولة الرئيس السنيورة. بس في تواصل. ولكن يعني في دولة الرئيس السنيورة بيكفي منه لحاله بموقفه. دولة الرئيس السنيورة يمكن بيكفي لحاله، لأنه هو المتحرك والمحرك، ولأنه هو على اطلاع على الوضع، وهو عم بيعمل جهده لخلق حالة وطنية جديدة مش تقتصر فقط على رؤساء الحكومات، إنما تتوسع إلى كل المكونات اللبنانية الرغباني تنخرط بمشروع وطني بهالوضع. طب شو قد يترتب عن الرفض بحال أتى للمبادرة أو المبادرة الجديدة؟ أنا بظن أنه من مصلحة الرئيس مئاتي أنه قبوله بالإعلان عن الحكومة يتم بالتوافق مع بيئته السنية، ولكن البيئة السنية لا يجب أن تكون عائق لتأليف الحكومة، إذا كانت اللهم الأسماء والحقائب المعروضة حكومة مقبولة من الشعب ومن المجتمع. لأنه أما إذا كان بده يعمل الرئيس مئاتي التفافي مثل ما عمله سنة 2010 و11، وعمل حكومة دون رضا البيئة السنية، إن كان المفتي أو المجلس الشرعي السني أو رؤساء الحكومات أو البيئة السنية، بعتقد بهالمرحلة هيدي مع الثورة، مع انتفاضة الناس، مع وضع طرابلس، مع شعور المجتمع السني أنه مستهدف، تما أقول كلمة أكثر، بيكون عم يخطأ الرئيس مئاتي إذا خرج من البيئة الذي ينتمي يعني إليها. تدعو الرئيس ميقاتي إلى أخذ بعين الاعتبار النقاط أو اعتراضات البيئة التي ينتمي أنا إليها. أنا يعني ما بعرف كيف رح يفهم كلامي، أنا أدعو إلى تأليف حكومي فورا، وكل الزرائع والحجج والأسباب يلي عم تنعطى لعدم تأليف حكومي، خلاف على وزير، على اسم،
على حق. من أي متى بلبنان بنختلف على وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى وزارة السياحة؟ يعني بعد في وزارة الشباب والرياضة ما اختلفنا عليها، يعني معقولة؟ وين شو هالأسباب هيدي؟ لك حتى لو كان الوضع طبيعي بلبنان وفي دولة وفي نظام وفي ازدهار وبحبوحة، ما لازم يكون فيها الخلاف هذا. فكيف حال عم نختلف على هالقضايا وشعبنا على الأرض وتحت الأرض وبالجورة؟ طبعا هيدا مش دليل انه نحنا في تصارع اليوم سني مسيحي شيعي واضح من اجل المرحلة المقبلة، من اجل تعزيز إن كان في حديث عن جمهورية ثالثة على الطريق. استاذ، ان كان في صراع سني شيعي درزي أقليات أكثريات، كله ما إله قيمة قدام أوجاع الناس، قدام أوجاع الناس. ما عليك، بس اليوم لبنان الجديد يحكى أنه يخلق الجمهورية الثالثة، عم تنخلق اليوم، عم توضع صيغة اليوم، وكل طائفة بدها تتحكم بالجمهورية الثالثة. لا، عم بيصير مش خلق جمهورية الثالثة. شو عم بيصير؟ عم بيصير العودة إلى ما قبل الجمهورية الأولى، إلى ما قبل لبنان الكبير، حتى إلى ما قبل المتصرفية. اليوم عنا انطباع أنه ما في شيء ضروري بلبنان، ما في ضرورة يكون في حكومة، ما في ضرورة يكون في أجهزة أمنية، ما في ضرورة يكون في قضاء، ما في ضرورة بكرة يكون في مجلس نيابي، وبكرة ما في ضرورة يكون في رئيس جمهورية. نوع من مش حصول فراغ، شغور رئاسي، فراغ بكل ما تعني كلمة دولة لبنانية، حتى لا تسود الفوضى ويتدخلوا كل مين إيده لإله، كأنه أرض لبنان يلي فيه ياخد غنائم بياخدها وبيهرب. هيدا الخطر اللي عم نعيشه اليوم، هيدا الخطر يلي عم بيهددنا. لو كانت القصة قصة اختلاف على حكومة ووضعنا عظيم بتقول ماشي الحال، ولكن اليوم في فقر، في فقر، ما الناس ولا مرة، حتى اللي بنقول ولا مرة الشعب اللبناني عايش هالحالة اللي عم بيعيشها، هيدا كلام غلط. يمكن كان مسموح يعيش بهالحالة هيدي بالقرون الوسطى، بس معقولة بالقرن 21 انه الشعب اللبناني عم بيعيش حالة القرون الوسطى؟ عم بيعيش العصر الحجري، حتى مش العصر الحديدي. شو اللي معليك مسؤولية؟ شو هي القصة؟ شو اللي أكيد المسؤولين بشكل كامل عن يلي عم بيصير اليوم، بس في شيء بيقول كما تكونون يولى عليكم، لمن تصوتون تنعكس عليكم. هيدا عم ترجع إلى خطاب الدكتور سمير جعجع. لا، أنا عم برجع للواقع. أنت لما تتصوت لهذه الطبقة السياسية بمن فيها الدكتور جعجع، بتكون عم بتقرر مصيرك بهذا الشكل. هيدا اللي قاله الدكتور سمير جعجع لما سألتني عنه بخطابه. طب مش غلط هذا القول؟ إنه قل لي من تنتخب أقول لك من أنت، إلى آخره، شيء من هالنوع. بقى اليوم الشعب مسؤول، وأنا ما بدي ردد كلامي بقلته بمحطات أخرى، الشعب مسؤول أكثر من المسؤولين، والفساد موجود بالمجتمع اللبناني أكثر ما موجود بالطبقة السياسية. عم يشوفوا أنت على التلفزيون، عم بتشوف الروبورتاجات كيف أصحاب السودة، الاحتكار، شيف أصحاب المحطات عم بيخبروك أنه زيت الناس بتجي تعبي وتروح تبيع وتتاجر، بالآخره شو عم بيصير بالدواء، شو عم بيصير بالمحروقات، شو عم بيصير بالأغذية، شو عم بيصير نحن بالاحتكار. عاطلين بحق بعض بهذه الظروف يا معالي الوزير. إذن اليوم هالطبقة السياسية اللي عم نقول أنها طبقة فاسدة بأغلبيتها، من جاي من القمر، جاي من هالشعب يلي انتخبها. وانا بقول لك، وانا هيدا خوفي، انه بكره بالانتخابات النيابيه اذا صارت، التغيير ما يكون كافي لتغيير الطبقه السياسيه ولتغيير الاليه يلي عم بتعيشها الدوله اللبنانيه. في عندك مشكله حقيقيه لها السبب. اليوم مطلوب انتفاضه ديمقراطيه تترجم بالانتخابات، ولكن على أحزابنا وعلى قيادات الموجودة وعلى الهيئات والتيارات الموجودة بالمجتمع اللبناني إن تقدم للناخبين شخصيات، وترشح شخصيات محترمة، وتكون عندها تحوز على ثقة الناخب أكثر من يلي عم ينتخبون. الشارع هلأ اليوم لم يعد ينفع. حل الشارع، التوجه إلى الشارع، العودة إلى 17 تشرين، ما عادت بتنفع. لك اليوم بعد الظهر كنت عم فكر بشغلي، تتذكر من حوالي السنتين صار في ثورة بفنزويلا،
وطلع شاب عمره 32 سنة جويدو وعمل ثورة، وعلى لحظة كان راح يسلم الحكم محل مادورو، وكان مدعوم من الأمريكيين وقتها. بيومتها كانت حالة الشعب بعد ما وصلت إلى جهنم، إلى الحضيض مثل ما عم نقول بلبنان، كان بعد عنده القدرة على التحرك. اليوم ما عنا عم نسمع إنه عم بيصير في انتفاضات وثورات بفنزويلا، لأنه الشعب حتى ما عاد عنده قدرة ينتقل من أوضة لأوضة، من كرسي لكرسي. اليوم بلبنان عم نشوف إنه وقت ما كان في أزمات بهالكبر يلي عم نعيشه اليوم، كان الشعب عم بيتحرك. اليوم مع انتشار الفقر والجوع والعوز وكل شيء بالمجتمع اللبناني، الشعب ما عم بيتحرك، الشعب ما عم بيتحرك، عم يشكي فقط، وعم بيشكي لحاله، عم بيحكي وحده، عم بيهاجر. وهيدي أكبر خطر، الهجرة اللبنانية. وحذر منا البطريرك الراعي مرارا. اليوم بيقولوا لك إنه المسيحية اليوم نقص عددهم. ما أحد أسباب خلق أزمة بلبنان وحروب بلبنان وفتن بلبنان هي تهجير المسيحيين، لأنه شئنا أم أبينا المسيحي بده جو حضاري، بده جو ثقافي، بده جو علم وتقدم، بده جو أمن وسلم تيقدر يعيش، تيقدر يحيا. لأنه نحن موجودين بهالعالم، بهالكون، تنعيش، تنتقدم، تنتعلم، تنخترع، تنربي عيال، وتننشر السلام والمحبة والتقدم بمحيطنا. نحن ما خلقنا بلبنان ولا عملنا دولة لبنان تننشر الحروب بمناطقنا، وحتى لا نعمل أعداء بمناطقنا. ولما كان اليوم في دور مسيحي أقوى بالجمهورية اللبنانية، كان لبنان صديق للعالم. بس مين وصل المسيحيين لهون؟ مش المسيحيين بأنفسهم، القادة المسيحيين، التناحر القائم. اليوم في ناس بتجي بتقول لهم اقبلوا باللي مطروح عليكم كمسيحيين، انتم 32% خلافاتكم رح تؤدي لزوالكم في لبنان. طبعا انا يعني مني ما عندي خجل اقول انه في مسؤولية كبرى تقع منذ أواسط الثمانينات على القيادات اللبنانية، وخاصة أن المسيحية من دون استثناء. الشعب المسيحي مزعوج من انقسامات أحزابه أكثر ومزعوج من الصراع أو من السلاح. أنا لما بيكون عندي جبهة لبنانية مثل اللي كانت موجودة، شو همني من كل الصراعات؟ لما بيكون عندي مقاومة لبنانية قوية، شو بهمني من الصراعات الأخرى؟ ولكن اليوم ما في مسؤول مسيحي بيحكي مع مسؤول مسيحي آخر. عشو مختلفين؟ أين تقع مسؤولية الكلكة؟ إذا مختلفين على لبنان، أي لبنان تريدون، عادوا على الطاولة وقولوا أي لبنان تريدون، موحد، مقسم، فيدرالي، مركزي، لا مركزي. أما إذا مختلفين على حصص وعلى انتخابات، اليوم منا الرهان ليس على الانتخابات وعلى عدد الكتل النيابية، هو على عدد الشعب اللبناني اللي بده يبقى بلبنان، على عدد المسيحيين اللي بده يبقوا بلبنان، على عدد المهاجرين اللي لازم يرجعوا إلى لبنان. ولكن مع الأسف ما عم لاقي أنا بهالمسؤولية موجودة باللي يفترض أنه يكون عندهم هالمسؤولية. قبل ما أرجع على السياسة هنا، أين هي بكركة مما يجري مسيحيا؟ يعني محاولات الجمع المسيحيين، عمل مرة لقاء جامع، ما بعرف شو كانت النتيجة. من بعدها صار في محاولات للقاءات، كان في رفض لأطراف أنه يقعدوا مع بعضهم. أولا خليني أقول لك أنه مش كل الأحزاب السياسية المسيحية مبسوطة أنه يكون كركي عنده دور بهالأهمية اللي عم بيلعبه غبطة البطريرك، وبتعتبر أنه كركي للصلاة وهي للسياسة. أنا بقول لك بكركي للصلاة فقط، في أكثر من هيك، بس فرجونا شو عم تعملوا بالسياسة، فرجونا اتفاقكم، فرجونا إنجازاتكم، فرجونا وحدتكم، فرجونا دوركم في الدولة، فرجونا دوركم في الشرعية، فرجونا صداقاتكم، فرجونا علاقاتكم الدولية، شو عم تعملوا مع المجتمع، كيف عم تحفظوا لبنان، كيف عم تديروا هالمجتمع المسيحي إذا بدنا نحكي طائفياً.
لو كان السياسيين المسيحيين عم بيلعبوا الدور يلي يفترض انه يلعبوه، ما كانت بكركة عم تضطر هي تقوم بهالدور هيدا. وهنيئا لنا انه في البطريرك الراعي يلي عم بيعوض عن هالنقص هيدا، يلي عم بيحكي مع العالم، يلي عم بيكتب رسائل الى الدول، يلي عم بيحكي مع البابا اسبوعيا، يلي عم بيحضر مؤتمرات، يلي عم يستقبل السفرة، يلي طرح الحياد، يلي طرح المؤتمر الدولي، اللي طرح اللامركزية، اللي طرح التشريع المدني. بس ما بيمون على الأطراف المسيحيين إنه يجتمعوا؟ ما بيمون طبعا، ويعقد هو لقاء به. يعني كل هيدا مهم يلي مش جديد، بس انه ما في مونة على يعني ما في مونة على اي طرف مسيحي يقعد عنده. استاذ جورج، البترك تاريخيا ما عنده سلطة على القوى السياسية، عنده مونة، وهالمونة احيانا ما بتنسمع. ليش على ايام البترك المعوشي قدر جمع القيادات المسيحية، كانوا يسموه البترك محمد المعوشي لأنه صحيح. كان ضد كمي شمعون. بعدين على أيام البترك خريش كمان صار في اختلاف بيننا وبينه، لأنه هو كان ضد المقاومة مع التنسيق والحل السلمي مع الفلسطينيين. بعدين لما اجى اللي كلف البطريركية كقائم مدبر بطريرك من قبل الفاتيكان، من بعد ما تنحى البترك خريش، كمان المطران ابراهيم حلو القائم البطريركي، ما قدر جمع الدكتور جعجع وقتها وإلي حبيقة. يعني ولا مرة كانت بكركة قادرة تجمع الأطراف اللبنانيين، ما كان عندها مونة ولا مرة. البترك سفير، البترك سفير قدر جمع القوى المسيحية بلقاء قرنة شهوان، لأنه الإيادات كانت برا وكانت ضعيفة، وكان بدها غطب كركي تقدر تقاف تقدر ترجع للبلد. كان الجنرال عون برا، دكتور جعجع بالحبس، رئيس جميل برا، والدكتور جعجع بالحبس، وما في حدا. ساعتها التجأوا إلى بكركي وبكركي احتضنتهم. ولمن راح البطريرك صفير الله يرحمه، كان بطريرك عظيم، وإجا البطريرك الراعي عمل المستحيل، قدر جمعهم مع بعضهم واختلفوا على رئيس الجمهورية. واليوم له سنتين غبطة البطرك، عم بيعمل محاولات ليلا نهارا ليلا نهارا للجمع مع القيادات المسيحية للجمع، ما عم بيلاقي تجاوب. كلهم بيتعاطوا معه وكلهم بيحترموه وكلهم بأيدوا مواقفه، ولكن ما عم بيقبلوا يقعدوا مع بعضهم، لا برعاية بكركي ولا برعاية البابا ولا برعاية يسوع المسيح. هيدا خطأ كبير نحن عم نرتكبه كقيادات مسيحية. لازم حدا يكون عنده الجرأة يقولها، لأنه الوضع اللي وصلنا له كلبنانية عموما وكمسيحية خصوصا تتحملوا القيادات المسيحية أيضا، مش فقط حزب الله ولا فقط الطوائف الأخرى. نحن مسؤولين عن مصيرنا. لما منقول نحن بواجباتنا وغيرنا بيمنعنا، ساعتها فينا نقول أنه السبب غيرنا، بس لما نحن ما منقوم بواجباتنا ما نحط دايما السبب على غيرنا. معليك بدي ارجع شوي على شؤون اليومية الإعلانية بحياة اللبنانيين في ملف النفط الإيراني. كنا عم نحكي عن إيران، كنا عم نحكي عن حزب الله. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقول أنه هو بهذا الأسلوب كسر الحصار الأمريكي الغربي اللي كان قائم على لبنان، سيقف مع جميع اللبنانيين، سيساعدهم، وهذه الناقلة أو ناقلات النفط هي لمساعدة اللبنانيين. فيك تقول لي وين صارت؟ عم تسألني على جواب عن سفيني، عن سفينتين، عن ثلاثة، ما معروف وين صاروا. إلا إذا عم بتشكك فيهم، يعني عم بتشكك بأنه يوصلوا على لبنان؟ ما عم بشكك أنه يوصلوا أو عم يوصلوا. سماحة السيد حسن نصر الله قال أنه في سفينة وسفينتين وثلاثة انطلقت أول وحدة وانطلقت الثانية والثالثة رح تنطلق، ولا بل أكثر من هيك إعلام حزب الله قال من حوالي أنه صاروا على السواحل السورية، أنه صاروا خرجوا من قناة السويس وصاروا بالمتوسط واتجهوا نحو بنياس. ما في تأكيدات على هالأمر هيدا. مش قادر جاوب على سؤال قبل ما أعرف أين أصبحوا هذه السفن. ولكن رح أقول لك شغلية أخرى. أولا هالسفن هيدي اجتازت مناطق بحرية يسيطر عليها الحلف الأطلسي. يعني لو ما كانت يعني الدول دنيا. يعني الدول يلي عاملين حصار وعقوبات على إيران ما اعترضوها إذا كانت انطلقت وإجت.
اثنين، هل النفط هيدا متعلق بثلاث أطراف، بحزب الله، بسوريا، وبإيران. وهالثلاث أطراف مش أنت وأنا أو الدولة اللبنانية عاملة عقوبات عليهم، هي أمريكا يلي عاملة عقوبات على حزب الله وعلى سوريا وعلى إيران. فإذا أمريكا تنفذ عقوباتها إذا بدها تكون جدية، مش تطلب من الدولة اللبنانية تقوم بمقام الولايات المتحدة. يعني إذا أمريكا إنه ما في جدية أمريكية بهذا الموضوع، إنه أمريكا عم بتسهل الأمور. إذا أمريكا منا قادرة هي تمنع النفط، وأنا ما عم بدعية تمنعه، بس إنه إذا بدها تطلب من لبنان، ليه لبنان ما بيمنع؟ أنت اللي عندك القدرات على المنع جاي تحملينا نحن المسؤولية. نحن ما عم نقدر نبعد جيش لبنان على حدود اللبنانية السورية. تعتبر السيد حسن نصر الله زكي بالمقاربة يلي تفضل فيها بهذا الموضوع وبالطريق يلي عم بيتم الترويج لها، أنه هذا النفط ما بدنا نحمل الدولة اللبنانية أي مسؤولية، رح نوصله على سوريا، ومن سوريا منشوف كيف منفوت عن طريق شركات أو بأي أساليب من دون أن تكون هناك مسؤولية على الدولة. ولا مرة كان عندي شك بزكى السيد حسن نصر الله، وبعتقد أنا أنه الشيعة عارفين أنه عندهم زعيم مميز اسمه السيد حسن نصر الله. من زمان برجع ودائما برددها أنا هيدي، لما الشيخ بشير جميل فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة الشرقية أنذاك، وصار في أمن واستقرار وازدهار وكذا، بينما بالمناطق اللي كان بعده مسيطر عليها المنظمات الفلسطينية إلى آخره، في فوضى وجرائم وإلى آخره. بيعطي تصريح وليد جملات آنذاك، وكان على صراع كبير معنا، بيقول نيال والمسيحية عندهم بشير جميل. بقى اليوم وإن كنا على صراع مع حزب الله ومع السيد حسن نصر الله على إشي أساسية، ما فينا ننكر انه قيادة استثنائي بهالقضايا هيدي، ولكن بتمنى انه يوظف هالذكاء وهالاستثنائية اللي عنده اياها لدعم الدولة اللبنانية وليس لاضعاف الدولة اللبنانية. هيدي الخطوة بتعتبرها اضعاف يعني؟ طبعا كل شيء يتم خارج الشرعية هو اضعاف للدولة اللبنانية. بس الدولة اللبنانية غير قادرة على تأمين احتياجات مواطنية. الدولة قادرة اكثر من اي طرف تأمن كل احتياجات الشعب اللبناني لما بتقرر انه انا دولة، ولما بتعمل حكومة، ولما بتتعاطى مع الدول، ولما بيصير عندها لسان حال، ولما بتعمل اصلاحات، ما بتعود بحاجة لأي طرف لا بالتهريب ولا بغير التهريب. ولكن إذا بقى الوضع على هيك، الدولة بتكون عم تشجع كل فريق يفتح حكم ذاتي ويعمل الكونتون تبعه مثل ما كان بقية. مش هذا المسار يلي رايحين عليه شكل من أشكال الأمن الذاتي، الأمن المناطقي، الأمن الغذائي المناطقي، نحن لا مركزية بوقت لاحق. أنا بأيد كليا خلق دورات. إذا استمرت الدولة عاجزة مثل ما هي اليوم وما في حكومة وفي غياب وفي فوضى وفي انهيار، أنا بأيد أنه كل منطقة مش بحسب انتماء الطائفة، نحن كجغرافيتها وجغرافيتها تعمل دورة اقتصادية داخلية لتأمن الجماعة اللي عايشين فيها. ولكن أنا لا أؤمن أنه اليوم هالدورة الاقتصادية يجب أن يرافقها أمن ذاتي. أنا أراهن على الجيش اللبناني، أراهن على المؤسسات الشرعية الأمنية اللبنانية، إن هي الدافع إذا استجد حدث يستدعي الدفاع. ولكن إذا كمان المؤسسة العسكرية ما دافعت عن الشعب مثل ما صار سنة 1958 وسنة 1975، فما حدا يلوم التاني، ما حدا يلوم التاني. نحن مقاومة. طبعا شو قصدك؟ نحن اذا حدا بده يحاول يمس بوجودنا الحر باستقلاليتنا بالوجود المسيحي يعني؟ طبعا شو عم نحكي عن مين؟ عن البوذيين؟ لا ما بلشت مناطقيا. بس نحن اذا حدا بده دق بوجودنا وبيقول انه هيدي ساعة الانتهاء من الوجود السياسي المسيحي بلبنان، رح يتفاجأ. بس شو يعني انتهاء من الوجود المسيحي بلبنان؟ يعني اضعاف وجودنا، نصير يعني كمية غير مؤثرة. لانه شو قيمة الوجود المسيحي
بلبنان في حدا معلك عم بيجرب يريد بدك تقول لي حزب الله يحاول؟ مش عم بقول لك حزب الله يحاول، في حاله بالبلد لاضعاف الدور المسيحي في الحكم، واليوم هالمحاولات هيدي عم تترجم بضعف الحكم المسيحي، بضعف المؤسسات يلي على رأسها في المسيحيين، وهجرة الشباب والشابات المسيحيين إلى الخارج، وانتشار الفقر في مناطق المسيحية مثل من مناطق أخرى كمان، ولكن بيعرفوا الآخرين أنه يمكن يلي بيقبلوا غيرهم هني ما بيقبلوا. من هون عم نقول نحن هدفنا ومشروعنا واحد، دولة لبنان، الخضوع للشرعية، الخضوع للأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، الانتماء إلى لبنان فقط وضد كل شيء اسمه أمن ذاتي. ولكن لما بيصير الخنجر على الرقبة ما حدا يلومنا، هذا اللي عم بقول. أنا بعد عندي بس دقيقتين بدي أسألك عن الموضوع السوري اليوم، الاستثناءات الويفرز الأمريكية تجاه هذه كيف تقريها بالسياسة، كيف تقرأ؟ هل هو تحسن للعلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية؟ تلزيم جديد للبنان يتلزم لسوريا؟ فين يلزموا مناطق بس ما فين يلزموا كل لبنان. نحن نرفض التلزيم، نحن منا طريق بتنشأ أو جسر يبنى، لزمونا سابقا حر. ما حصل سابقا لن يتكرر، وقلت اليوم. طب شو عم بيصير؟ تستفيد الوقت، شو عم بيصير؟ انا اللي عم بقول لك انه اليوم الامريكان، الاداره الامريكيه لا تزال مع الاسف في فتره رماديه حيال قرار النهائي حول سياستها بالشرق الاوسط يلي بتشمل لبنان، واللي زاد رماديه الموقف الامريكي هو الحملة اللي صارت على إدارة بايدن من بعد انسحابه من أفغانستان، وهيدا أخر كمان وضوح الرؤية السياسي الأمريكي النهائي تجاه لبنان والشرق الأوسط. ولكن فيني أكد لك أنه أمريكا ملتزمة تجاه لبنان بثلاث أمور: أولا المساعدات الإنسانية للشعب، اثنين دعم الجيش اللبناني بقوة، وآخر مبادرة إنفية الرئيس بايدن ب 47 مليار، والأمر الثالث التفاوض بخلال هالشهر والشهر المقبل مع الدول الصديقة الغربية والمانحة لخلق صندوق دعم خاص بلبنان، ولكن بالمقابل بدهم هالدول هيدي حكومة بلبنان. معليك، يعني برأيك هذه التسهيلات اللي انعطت من أجل جر الغاز المصري عن طريق سوريا إلى لبنان هي بعد ما بتعني تغير جذري بالسياسة الأمريكية؟ ما في تغير جذري بعد بالسياسة الأمريكية، ولكن حتى إذا حصل تغير نحن ما لا طلبنا من أمريكا توضع عقوبات على إيران، ولا طلبنا من أمريكا توضع عقوبات على سوريا. نحن علاقاتنا الثنائية بين سوريا ما خارج إطار الصراعات مع الأمريكان. نحن علاقتنا مع سوريا هي علاقة عدم المس بسيادة واستقلال لبنان. اليوم احترام الحدود، عودة المعتقلين، واضحين هولي. طالما حكيت عن الموضوع بدأ أختم، بس طالما حكيت عن الموضوع، اليوم في مجموعة في جوقة بدأت تتحدث عن الحضن السوري، عادت تتحدث عن الرئة والتنفو لبنان رئة سوريا، كل هذه العبارات بدأنا نسمعها من جديد. بتكون طلعت منهم بكل بساطة. بس هذا بيعني شو؟ في كأنه انتصار لمحور على آخر، أو بده يكون في ولاء جميع اللبنانيين للبنان، أو ساعتها ما بيعود في إمكانية تعمل دولة وحدة بولاءات متعددة. بس هذا الأمر ما بيعني انتصار محور اليوم؟ نعم، هذا الأمر يلي صار مؤخرا ما بيعني انتصار محور؟ الانتصار المحور إن كان هالمحور أو هالتاني، هيدا انتصار أنا مني معني فيه، ولكن أنا بقول لك ما في انتصارات حاليا لا يوجد انتصارات. في يمكن هلأني عنا انطباع أنه أمريكا انسحبت من أفغانستان، سوريا فاتت على درعة، ولكن بالمقابل بدك تشوف شو صار بالعراق بمؤتمر العراق يلي هدفه كان هو حصر التمدد الإيراني في العراق وانفتاح
العراق على المجتمع الغربي وعلى دول الخليج. بدك تشوف شو عم بيصير بسوريا كمان، فاتت إدلب، فات النظام على إدلب، بس الإيرانية عم بيخرجوا من مناطق عديدة. بدك تشوف كمان شو بده يصير بلبنان قريبا. ما فينا نحكم على الانتصار والهزيمة بشكل نهائي قبل ما تنتهي الجولة. يعني حتى المحور منه متضامن بسوريا، سوريا وإيران العلاقة منها إيجابية، بالتالي خروج إيراني من سوريا، خروج إيراني من العراق لا يعني أي، ولكن برجع لك نحن لمن بيكون عندنا مشكل مع سوريا أو مع إيران، ما عندنا هالمشكل لأنه نحن مع أمريكا، نحن مع لبنان ومع لبنان فقط. إذا كانت أمريكا ضد إيران وضد سوريا وتصرفات سوريا وإيران تجاه لبنان حسنة، نحن منكون حلفاء لها. وإذا كانت أمريكا على عداء معهم وسوريا وإيران ما عم يتصرفوا كويسين معنا، بنكون على عداء معهم. شكرا. أنا رجل استقلالي، والبيئة اللي أنتمي إلى بيئة استقلالية سيادية تؤمن بلبنان الواحد وبالتعايش المسيح الإسلامي. شكرا لك معالي الوزير سجعان أزي على هذا الحضور، وإن شاء الله لقاءات تكون بوتيرة أسرع. إن شاء الله تقلق حكومة. إن شاء الله. طبعا بيبقى الشكر للمتابعة، إلى اللقاء.